السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف، يا اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فضلا وليس أمرا. انزلوا في التعليقات أحبابي في الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بنية فتح الأبواب المغلقة. لا إله إلا الله. بسم الله الكاشف، شايف هنا في حد تخلى عنك، في حد تخلى عنك انت كنت محتاجه. شايف برضه هنا في مقابلة او في فرد حلو، في مقابلة ليك او فرد حلو، لان انا شايف في باب هيتفتح قدامك. خد بالك من الباب ده، الباب ده هيكون جديد. شايف برضه هنا يعني شايف في حد واقف ما بينك او ما بينه، لانه واقف في تحقيق هدفك. بس انا شايف منكم البعض في علاقة سامة او علاقة ثالثة او علاقة مؤذية. خذوا حذركم، لان انا شايف في طاقة بعلاقة سلسة مش كويسة، فخذوا حذركم وهدوا اللعب بقدر المستطاع، لان انا شايف شأنك هيعلى. شايف ليك فرحة، ليك فرحة قريبة، لك السعادة، باب الحظ وباب الطاقة الإيجابية هيفتح قدامك. بلاش الطاقات السلبية، بلاش العلاقة الثالثة. شايف عندك هنا في حد من برج الجدي، حاصل ما بينك وما بينه كلام أو ما بينك وما بينه مشاكل، بس حاول تهدي أعصابك بقدر المستطاع. شايف هنا في عز مليك كسر قلبك، عز مليك درحك، كذب عليك. انا شايف ان انت في طريق سفر قدامك، في طريق سفر ليك فيها السعادة، فيها الحظ، فيها الرزق. ده لك طريق السعادة في السفر، السفر قدامك مفتوح مرة واثنين وثلاثة. الناس اللي المحيطة بيك، يعني شايف الناس اللي انت موجودة دي في حياتك، الناس دي حاول ان انت تتخطاهم، حاول ان انت تبعد بطريقة ذكية، حاول ان انت تبعد بسهولة. ما تخليش حد يلفت نظرك، ما تخليش حد، عشان هم بيتكلموا عليك. بس انا شايف ان انت هتاخذ حقك، واخذ حقك كمان، وهتاخذ حقك الايام اللي داية، لان انتوا طاقتكم عالية، طاقتكم روحانية، عندكم روحانيات شديدة، عندكم روحانيات عالية. بس انا شايف احلامك ناقصة مش مكتملة معاك، احلامك ناقصة، لان شايف في الحياة العاطفية عندك مشاكل، عندك مشاكل. شايف برضو عندكم مشاكل في العاطفة، مش مرتاحين دايما، يعني دايين على نفسكم من اجل الشخص اللي امامكم او من اجل الشخص اللي معاكم، دايين على نفسكم واوداعكم وتعبكم. انا شايف برضو ان انتوا عايزين تعملوا حاجات كتيرة او حاجات جديدة، بس انا شايف الفترة دي انا شايف ان انت عايز حادة او بتفكر في حادة، عقلك عايز حادة وقلبك عايز حادة، علشان كده مفيش توازن او محتار او وقع في حيرة. بس انا شايفك برضو بتسيطر على نفسك، عقلك شغال في التفكير، عمال ترتب في حادات. شايف عندك خبر مفرح، الخبر ده قدامك خطوتين، ممكن نقول وظيفة، لان انا شايف في ربح مال من وراها، ممكن وظيفة او انت هيعلى شأنك في العمل، في العمل او في الرزق، لان انا شايف في وظيفة او ربح من عمل. شايفك برضو بس انت متضايق ومظلوم، قلبك مكسور ليه؟ وايه اللي مزعلك؟ زعلان، في بشرة ديالك، صلي على الحبيب المصطفى. شايف برضو عندك حلم طال انتظاره هيتحقق، البيبان اللي كنت بتحاول تفتحها من قبل ومش عارف تفتحها، كل ما تفتح باب ينقفل امامك.
هينفتح الباب أمامك بإذن الله تعالى. لأن شايف عندك طاقة ارتباط، شايف في طاقة ارتباط قريبة، لأن أنا شايف في أرض بيتك في كلكم مبسوطين سعداء، يعني ممكن نقول خطوبة، ارتباط، زواج ليك أو لحد عزيز على قلبك، سواء أخت أو أخ أو حد عزيز على قلبك أو ابن. لأن أنا شايف عندك فرحة في أرض بيتك. أنا شايفك هنا بتركي نفسك، بتركي نفسك من سحر أو بتركي نفسك من مس شيطاني. شايفك بتعالج نفسك من حسد، شايفك عمال تركي نفسك، بتعامل مع شيخ واتنين، شايفك ماشي بتعالج نفسك من تعب، من تعب موقف لك كتير في حياتك، تعبك جدا ومحدش حاسس بيك، محدش حاسس بالألم اللي انت بتحس بيه، محدش حاسس بكسرة قلبك اللي انت بتحس بيه، محدش حاسس بأوداعك، انت بس اللي حاسس بنفسك. انا شايفك ان انت مستني حداد، والحداد دي شغال عليها بقدر المستطاع. شايف هنا في كلام يخصك انت، الكلام ده هيكون لك انت فرحة، وهيكون لك فرد، وهيكون لك انت تغيرات جذرية في حياتك. خلي بالك لان في طاقة حظ، طاقة جيالك، طاقة السعادة او طاقة الفرد. شايف هنا برضو خلي بالك من واحدة ست، خلي بالك من واحدة ست. الست دي عايزة توقعك في نكرة او توقعك في حفرة كبيرة. خلي بالك من الست دي، الست دي ازياكم، الست دي عامله لكم مشاكل جدا، الست دي قريبه ليكم، الست دي بتتفق عليكم. يعني انا شايفه ان هي عايزه، الست دي عايزه تقطع علاقتك مع الشريك ومع اهلك، الست دي بتحاول تاذيك، الست دي بتحاول توقفك عن رزقك، تبعدك عن العلاقه العاطفيه، تبعدك عن اهلك. الست دي عايزه تدمرك، علشان انت كده مش واثق في حد، محتار، مع انك انت عارف مين اللي ساحرك او مين اللي اذيك، بس محتار، متردد، مش عارف قوي او محتار، بس انت متراقب، انتم متراقبين. فدايما خدوا بالكم من الناس اللي حواليكم، خدوا بالكم من الناس اللي حواليكم. في شخص كذب عليكم، كذب عليكم كذبة، وانتوا ما كنتوش متوقعين ان الشخص ده هيكذب عليكم الكذبة دي، او هيكذب عليكم في يوم من الايام، او هيخدعكم في يوم من الايام. شايف برضو ان انتوا هنا بتحاولوا تهدوا الاضواء، بتحاولوا تهدوا نفسيكم، بتحاولوا تهدوا اللعب، عشان انتوا حاسين بالظلم، حاسين بالكسرة. فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، فضلا وليس امرا. شايف برضو عندك هنا انت منتظر حدث جديد، يعني انت هنا منتظر فرحة او منتظر رسالة. انا شايف برضو عندك هنا في مال ديلك، رجوع حق، انت عطي حد فلوس او عطي حد مال، لان انا شايف في رجوع حق او حوالة، في مال ديلك، في ربح مال ديلك باذن الله تعالى. وشايف برضو عندك تغير عتبة، عتبة يعني ممكن هتغير مسكن، هتغير منزل. انا شايف هتغير عتبة باذن الله تعالى، وهيكون فيها السعادة ليك، هيكون فيها الحظ، هيكون فيها الفرحة. هشوفك مبسوط في البيت الجديد، المسكن ان شاء الله يكون بيت زوجك باذن الله تعالى، او يكون بيت عيلة لكم جديد باذن الله تعالى. وربنا يبعد عنكم المشاكل والتعطيل والناس اللي بتتمنى لكم الشر، مع انك انتوا مش اذيتوا، مش كسرتوا، مش اذيتوا حد، لكن الناس انت بتقول سحروني ليه، حاسديني ليه، ما عملتش مع حد حاجه، ما اذيتش حد، مش بكره حد، بتتمنى الخير للناس، لكن هم مش حابينك علشان انت بسيط، انت انسان طيب، انت بتحب الخير للناس. هم مش حابينك كده، هم حابينك تكون مكسور، تكون محتاج للناس كلها، لكن انت طيب، بتساعد ناس كتير وبتدعم ناس كتير، لكن هم مش حابين كده، عايزينك تكون اقل منهم. ولا ان شايف برضو في ست كبيرة بتدعي لكم، الست دي دايما بتدعي لكم، دعاها ودعاها مستداب باذن الله تعالى. هي ماشي شوية العراقيل اللي قدامك، شوية التعطيل، شوية التعب، شوية الوقف، هتنحل معاك، هتفتح معاك الابواب باذن الله تعالى. عندك قوة، عندك نشاط، عندك فرحة، عندك رزق. شايف برضو في ردوع للمنفصلين باذن الله تعالى، او زواج مرة اخرى.
شاف في حد رادع ندمان بيتأسف على ندمه، شافه ندمان لأنه كسرك، جرح قلبك، خذلك، تركك من دون عتاب، شافه رادع وندمان ليك وبيعتذر منك إنك تسامحه. شاف في رسالة في ديالك أو مكالمة هتسعد قلبك، أنت منتظرها، هتفرحك، أنت منتظرها، هتكون سعيد وفرحان به. يعني شاف في حد هنا الحد هتحس انه هو عوض ليك، هتحس انه هو عوض ليك من عند ربنا، هيديك طاقة حلوة، هيساعدك. انا شافه برضه هو هيساعدك، وشاف ليك طريق سفر، طريق السفر دي قريب ليك. شاف طريق السفر دي ممكن تكون فسحة او وظيفة او شغل، طريق سفر حلو ليك. انا شاف في حدا برضه شاغلة عندك، شاغلة مخك او عمال تفكر فيها. شايف برضو عندك شوية طاقة سلبية تعبينك، عندك شوية ألم في المعدة أو الظهر، عندك شوية خنقة، شوية ضيق، عندك نفور ما بينك وما بين الناس، عندك شوية تعب تعبينك، حابب تعتزل مع نفسك، حاسك كده اليومين دول معتزل، قاعد مع نفسك، مش مرتاح في النوم، قلقان. شايفك قلقان برضو على حد مريض أو حد مسدود في سجن. شايف انا حد انت زعلان عليه قوي، مخنوق هو برضه في سجن او مريض. شايف برضه هنا في حد هيطلع ليك، هيطلع من الضيق اللي هو فيه، هيطلع من الضيق الشديد اللي هو فيه. شايف ان انت برضه في حدا بتتمناها، الحدا دي مش يعني مش واضحه في حياتك، يعني شايف ان انت في حدا بتتمناها. انا شايف برضه ان انت طالب المساعده من ناس، شايف ان انت طالب مساعدة من الناس، الناس دي لسه ما ردتش عليك صح؟ بس هترد عليك، الناس دي هترد عليك وهتساعدك. شايف برضو هنا احلامك اثبتت لك ان انت مسحور، احلامك اثبتت لك ان انت عندك شياطين تعطيل في حياتك، احلامك اثبتت لك ان ناس بتاذيك واكتر. هذا الاحلام، شفت في احلامك افاعي، شفت في احلامك ثعابين، شفت في احلامك قطط وكلاب حيوانات طيور، شفت كل ده في احلامك، احلامك تثبت لك ان انت مسحور او انت تعبان او انت عندك حد معطلك، عندك الشيطان وانت هتتغلب عليه بفضل رب العالمين، هتتغلب عليه. لان انا شايف عندك اكتر من حد هتحصل معاك هتكون في صالحك، يعني شايف برضه عندك هنا في مواجهه، والمواجهه دي هتكون لصالحك. بلاش القلق اللي انت فيه، بلاش الحيره اللي انت فيه، بلاش التوتر اللي انت فيه. لان شايفك التفكير تعب نفسك، 24 ساعة بتفكر. هدي نفسك وابعد عن اي طريق خطأ، ابعد ما دام طلعت لك صورة التوبة، فابعد عن اي طريق خطأ او طريق غلط. اردع لربك واستغفر ربك، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لان في طاقة اطفال، طاقة اطفال جديدة، طاقة حمل، طاقة اطفال باذن الله تعالى، في طاقة بشرى بالحمل بسم الله الكاش. شايفك ان انت هنا برضو بتدور بالاستقرار، في باب الاستقرار اتفتح قدامك، في طاقة عندك جديدة. بس انا شايفك انت زعلان من حد، والحد انت زعلان منه، بس انا شايفك متسرع. بلاش التسرع وبلاش الندم، عشان انت بتندم من بعد التسرع، بعد ما تتسرع بتندم. وعندك السفر يدلك على الخير، وفي طاقة ايجابية وفيه رزق باذن الله تعالى، السحر ده تخلص منه، ربك هيفكه في الوقت المناسب باذن الله تعالى. والرقم امامكم، اللي حابب يتواصل معنا في العلاج يتواصل، يشرفنا باذن الله تعالى على الواتس. اطلع من اللي انت فيه، اطلع من الطاقة السلبية، عشان شافك انت متأثر ومظلوم، بس قدامك خطوتين وهيفتح معاك باب، الباب دي فيه سعادة ليك، فيه نقلة من مكانة عالية بإذن الله تعالى. وشافك المسكن هتشتريه ما تستعجلش، هم شوية تعطيل قدامك، انت بتكمل مبلغك وهتشتريه بإذن الله تعالى. لأن شاف في طاقة شراء سيارة، مسكن، وشاف برضه الشريك، شاف هيساعدك، في حد هيدعمك دعم كويس، وهتكون فيه نداح ليك. شايف برضو عندك هنا انت المواجهة هتكون مواجهة كويسة، وهتنتصر
ورجوع حقك رادع من اللي كسر قلبك وجرحك رادع رادع بفضل الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وأكثر من قراءة سورة التوبة من يتفتح الأبواب المغلقة. وإن كنت بتعاني من سحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، كل شيء منزله داخل القناة بإذن الله.